اتفاق بين المغرب وليبيا للتعاون في مجال الطاقة. اتفق المغرب وليبيا الاثنين على تعزيز التعاون في مجال الطاقة ومواصلة المشاورات لوضع إطار قانوني بهذا الخصوص. جاء ذلك خلال لقاء في الرباط بين وزير الطاقة والمعادن المغربي عزيز رباح ووزير النفط والغاز الليبي محمد عون وفق بيان للوزارة المغربية. ويرافق الوزير الليبي رئيس حكومة بلاده عبد الحميد الدبيبة الذي وصل الأحد إلى العاصمة المغربية برفقة 11 وزيرا. وأكد الجانب على ضرورة تطوير وتعزيز التعاون الثنائي من خلال استغلال كافة الفرص والإمكانات المتاحة في قطاع النفط والغاز وفق البيان ذاته. وقال البيان إنه تم الاتفاق على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أخرى للطاقة مثل الكهرباء والطاقات المتجددة والهيدروجين. ونقل البيان عن وزير النفط الليبي قوله إنه ناقش مع نظيره المغربي ترجمة الفرص والإمكانات المتوفرة للبلدين إلى مشاريع مشتركة ملموسة. والأحد وصل رئيس الحكومة الليبي إلى المغرب في زيارة رسمية تستمر يومين، هي الأولى له للعاصمة الرباط منذ تسلمها السلطة في مارس الماضي.